بنات شلون كان اخبارك؟ رجعت لكم بالقماش اللي اشتريته من السوق وياكم وصورته لكم. بنات راح اخيطه بدله بنتي رادتها مثل بدله اختها، يعني ماكو اي تغيير، راح افصلها زياده اصبع او زياده سنتيمين يعني عن اختها، بما انه هي اكبر من اختها يعني شب شويه، راح افصلها وياكم. راح اسوي اول شيء شبر اللي هاي الدوران مالت الصدر، وراح انزل بنات انزل 35 اكثر من اختها، اكثر باثنين، اختها سويت 32 يعني سويت 35، والخصر بنات هو 40 انا اعطيته زياده، راح اسوي 23 يعني صار 46. فتحة الأوضة بنات سويتها 22، وتنزلين فترة قوسين وراح أفصلها وياك. أول شي بنات نقيس ثلاثة ثلاثة اللي هو فتحة الربع، وننزل أصبعين ثلاثة وأصبعين ننزل. طبعا يكون عندك شفت القطعة مسقطتها عدل ومسويتها عدل على ما تطلع عندك القياسات كلها مضبوطة. بنات ناخذ شوية من أنا الكلمات كلها تروح من عندي، ميلان المتن، اخذنا ميلان المتين، طبعا هاي راح نقصها ونحط لها مسطره. بتخجن بنات الحفره مالت الربط راح انزل بيها 21، هو 20 بس الواحد للخياط. هاي طبعا بنات ننزل اول شيء مستقيم وبعدين حرف اللام مثل ما عودتكم، قلت لكم ننزل بيها حرف اللام بهذا الشكل يصير عندي فتحه الربط. بنات التخصير مالتها فتر اللي هي هذا معوج المقص بهاي الطريقه، هاي الطريقة نعوج المقص ونمشي بعد للطول مالت، نقص نزال مالت الصدر قلت لكم 35، نقصه مستقيم وبعدين نعدل بهذا الشكل مستقيم نقصه. بنات هسه اقص الكلوشة هيك اقصلها على شكل يعني خط مائل، ما اريد بيها كسرات من الخصر لا هيك كبر. طبعا القماش معدلته، هاي بنات خلصنا من عتها، نبدي نقول بسم الله. هذا الشكل بهذا الشكل بنات قصينا كلوشتين، والاطراف بنات هناك راح اقصنا انا المطلوب من عندي يعني 114، اقص الاربع اصابع زياده على المود ما تعدل على المود تصير كلوشه حلوه. نقص 114 بنات هي طولها 114، نقص هذا الزايد كله. طبعا انا نطيتها 2 سنتيم على مود، تطلع شويه طويله ولا تطلع قصيره، يعني هي فيها مو كلش كلش طويله لا، يعني اربع اصابع من رجليها طالعه. طبعا بنات القماش الزايد راح اطلع من الدردان، الردان طولها 50، راح انطي شوي هم زياده. طبعا انا من افصل دائما دائما انطي زياده، هذا الاصبع والاصبعين ما راح هذا الشكل، وراح افصلها وياك. ناخذ منها بنات اربع اصابع، طبعا انا كلش كلش ضوجتني لان الكهرباء مشتعله هواي ساعات لي. هذا الشكل راح اخذ اربع اصابع، هذا الشكل اخذت اربع اصابع وقوستها، يعني الردان عندي صار هسه مضبوطه. كلش متعب هذا القماش انه يطير من الهواء. قصيته قلت لك كان شبر بنات 20 سنتيم، ناخذ من هنا سنتيم للخياط ومن هنا سنتيمات. لو اخلي لها بنات بزمه، لو اخلي لها لاستيكه بما انه يعني انا خياط اغلبها لاستيكه، ما اعرف بعد. هذا الشكل صار عندنا الردان، شوفوا بنات هذا الشكل. نقول بنات بسم الله ونبدي. طبعا عندي هذا الردان انا اثنين راح اخيطهم، بس اول ما ابدي اسوي الاشرطه، اخبن الاشرطه بنات خبنه كلش ناعمه وحلوه.
بهاي الطريقه بنات نخلص هذا الشريط كله. الجهة الثانية همين نكملها من الجهة الثانية راح يكون عندنا الشريط مخبوط. هنا بنات خلصت هذا، راح أسوي الشريط اللي راح أسوي كسرات على الصدر. هاي طريقة. نجي بنات خلصنا من هاي الأشرطة. نخلي الوجه على الوجه ونخيط الردان هذا المفتوح والردان المقفول هم من فتحة وهم نخيطه بهذا الشكل. نبدي من الأخير هنا، نقول بسم الله وأبدي أخيط وأرجع بنات أثبت عليه. ليش حطيت زيادة بالقماش؟ لأن وراه خياط بنات، حطيت زيادة منه أنا بالقماش على مود شنو؟ أعرف إنه وراه خياط. ما تجرين القماش، اعتقينا براحتك على مود هيك النهايه تطلع مضبوطه. هذا الشكل بنات ارجع اخيط عليه، اخيط على الخياطه بخياطتك، اسوي من الجهه وارجع ادق عليه. هيك بنات احنا هنا ادق عليه. هذا الشكل. البنات كلش كلش متعب هذا القماش يطير من الهواء، هو اصلا بالاساس هو شلون اللي يزحلق هذا الشكل. الخيط الثاني نفس الطريقة هذا، شوفوا بنات هنا راح يصير كسرات وراح شوي يصغر عندي منه. انا راح اسوي بزمة وباف اكسرنه. اكو اشياء هي بسيطة تخيطينها انت بس راح تاخرج بالخياط، راح اجهزنهن كلهن وعلى مود بعدين اسوي. بنات نطبق الظهر على الصدر، الوجه على الوجه ونبدأ نطبق. هذا الشكل قياسة مضبوط، إذا ما مضبوط اللي هذا الشكل بنات. نجيب الجهة الثانية وهم خيط. هذا الشكل صار عندنا الظهر والصدر. طبعا راح اسوي له بنات انا راح اسوي له دائرة ما دائرة تغليفة، وصير هي تغليفة هي رباط. شوفوا بنات هي تغليفة هي رباط راح تصير. هنا بنات سويت لاصق شريط عرض 4 أصابع وضربت لاصق قد شبر شبرين وصبعين، راح أطقه هيك ونشنته ونشنت بنات الظهر
ظهر البدلة، على مود شنو بسوي هذا الشريط ينشد، ينشد داير ما داير الركبة بهذا الشكل. راح أثبته هذا النيشان على هذا النيشان، وأمشي منه لهنا أخيط، وأمشي منه لهنا أخيط، على مود شنو يصير عندي ياخة ورباط وياها. بهاي الطريقة خيطنا مع جهة الصدر وجهة الظهر. هسه راح نرجع نخيط هاي الجهة همين، نخيط هاي الجهة همين على مود تصير تغليفة حلوة بنات، وهي تغليفة وهي ياخة للفستان. هاي بنات الجهة الثانية، هبدأ أخيطها. شوفوا بنات راح شو اسوي، اجيب هاي الجهة واخيطها دفن، اخيطها هيجي، راح اصير عندي هي ياخة وهي رباط. ابدي هم من النص، ابدي من النص واخيط هيجي بنات، هيجي اخيط على مشان يكون عندي هاي الجهة كلها مخفية، ومن هنا همي أنا مخفية تصير شلون الياخة ما تنقيس الجاهز بهذا الشكل، واسويها كلها اخيطها داير ما داير. بهاي الطريقة بنات قرضت داير ما داير الفتحة مالت الركبة، قرضتها هيك بالمقص على مود شنو ما تبوظ عندي. بنات قلبتها هيجي وطبقت الفتحة مالت الصدر، وبهاي الطريقة ابدي اخيط اخيط وياي فد مرة اخيط هذا الشريط راح ينشف، ينشف عندنا شلون الرباط من المقدمة. هاي الطريقة راح نسوي، شوفوا بنات شلون يصير نظيف الخيط، كلش كلش نظيف وحلو، وهي هي صار هي تغليفة وهي مالت شو اسمه ياخا. هاي الطريقة نصور رباط حلو، شوفوا بنات رباط الصدر نسوي. الجهة الثانية نفس هاي الجهة أسويها، خلصت الملكوت خلاص أترسى وأرجع تحت. بنات شوفوا تصير بهاي الطريقة هيك تنشف، يعني هي تغليفة هي شلون القميص صارت يعني، بس هو فستان. راح احطن بعد دقم منه واثبت الردانات، راح احط لها بنات الكركش يجي مو هيك مثل اختها، لا راح احطه يجي من هنا خط ومن هنا خط، او من هنا هيك صاير، انا يمكن اسوي هيك صاير شبر يعني من هنا لهنا وهاي من هنا لهنا. Let me see. Let me see.
نجم بالسماء نفنش ونرسم بالهوى. تخيل شجرة بيها أوراق طاحت ورقة من نعتها، ما تقدر تنزل الراس ولا ايديها اللي تمتها، بهاي النظرة باوعلي مثل حال الورد منطح، صغرت بعيني فد مرة هيجي حبك ولا أبشر أي إنسان ترى الحب وترى حبك وين راح، ترى طلعت خوان عيونك ما حد يستا، وأبشرك ضيعت إنسان. كلش حلوة صارت هذا الزايد نقصه سوها يجري مثل هذا طيب على الخط نمشي على هذا الخط وقفي شو شدينا وقفي وقفي هاي بنات بهاي الطريقة خيطت الكشكش هذا اللي ينحط على الصدر ما معوفي هذا هتشي هتشي يعني يجي خط نقص الزايد طبعا وصار من هنا كشكش ومن الكشكش ومن هنا رباط رباط ينشد من الرقبة راح احطن بعد البدن مالته وهم اسوي كسرات بالبدن
يا بنات، هذا الفيديو المفروض ينزل لكم قبل العيد، بس انا هاي الايام ما ادري هي ما اعرف شو صاير بي، بس من اكذب التليفون وارده منتج دائما ما اعرف شو يصير بي واترك التليفون، فقلت لازم اليوم انزل لكم فيديو. وبما انه انا الخياطات موجوده عندي اصلا بالجهاز بس ما نشرتها. هنا بنات كشكشت البدن، سويت لك كشاك كشكش شويه بنات، مو هواي، مو مثل اختها، لان هذا القماش عريض، اختها القماش شويه فصارت كسراته هواي، هاي بين كسره وكسره اصبعين صارت، كلش كلش حلو. بنات بدت تبان معالمها ما شاء الله ما شاء الله، طبقيه البدن على الظهر، وطبعا القياس طلع كلش كلش كبير، ما اعرف راح اخذ 6 اصابع من هنا و3 اصابع من هناك على مود يصير قياس بنتي، لان كلش كلش طلع قياسها كبير. هاي بنات طبعا رايد بعد احط لها دقه ما شاء الله، بالله افتحي ال اي كلش كلش حلوه بالعافيه، ملبوس الهنا. وهاي الردان رادتها بنات هيك لاستيك. بنات هاي الردان طبعا انا اسوي لها بزمه ومشمش جاي شي، راح بعدين اخبنها واضربها اوتي واسوي لها دقم، احط لها دقم. وهنا بنات هذا الشكل النهائي للفستان، كلش كلش حلو بنات. هاي الكسرات تصير بالنهايه مات الفستان، وكسرات بالصدر والدقم، ذني وديت زوجي للسوق جاباها نفس لونها تقريبا، كلش كلش حلوه بنات وناسكه، ما احمد بنفسي بس هذا المنظر قدامكم. اكتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم بهذا الفستان، ان شاء الله راح انزل بعد فيديوهات مات خياطه، اتمنى تدعمون حسابي على مود انزل لكم كل شيء اسوي. وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى تنطوني لايك وتشتركون بقناتي اذا انتم ما مشتركين، وتفعلون الجرس على مود يوصلكم اشعار. ووصلنا لنهايه الفيديو، مع الف الف سلامه، باي باي.